بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر الجمهور اللي جا اليوم ساندنا. المباراه ما كانت سهله كيف ما عرفتوا، كاين تعب شويه لان لعبنا بزاف ديال المباريات والسفر. الحمد لله حققنا المبتغى، حققنا الفوز. المباراه ما كانت سهله، لعبنا مع فريق اللي رجع مزيان والحمد لله. والوداد فريق كبير لا بالتاريخ ديالو، بالجمهور ديالو، بالالقاب، باللاعبين اللي دازوا فيه. كل سنه كيلعب على الالقاب ولا لي تيتر، وكنتمنوا من الله باش في الاخر السنه نتوجوا بالالقاب باش نفرحوا الجمهور ديال اي فريق كيدوز من هذيك المرحله. ودابا حنا غاديين مزيان، ودابا غادي تكون سونطرا ان شاء الله باش في ثالث العام نفرحوا الجمهور ديال. نقدر نقول لهم هما يجيو يساندوا الفريق، ان شاء الله يجيو يساندوا الفريق، ونتمنوا من الله الفوز في ذاك المباراه.